السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وشكرا لكم على المشاهده ديالكم وعلى التعليقات ديالكم والاعجاب ديالكم بالقناه ديالي. كنشكركم بزاف بزاف. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الخدمه هذه اللي سبق ليا وقلت لكم راه فهاد القفتان هذا قلت لكم غنشارك معكم تدريس اللي غنخدم فيه. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، فانا خدمت هاد الكم هذا، درت ليه لوغلي كلشي درتو ليه، وبقى ليا هذا وقلت غادي نخدمه، ولكن من الاحسن نطبق هاد هاد الدريس هذا ديال الخدمه ديالو نطبقها في هاد الثوب الاسود باش ان شاء الله تكون الصوره واضحه لكم. فانا مع اللون في اللون ما غادي واضح لكم الصوره مزيان في هذا الفيديو، داكشي علاش قلت علاش ما نخدموش على توب اخر بحال هكا. ماشي المهم انني غير بارطاجي معكم شي حاجه اللي انا فاهمها، وانما خصكم نتوما تبان لكم الصوره واضحه. فغادي نبداو. بسم الله. الخيط مبروم على ثلاثه الشعرات، من بعد ما نبلنا كما قلت لكم سنتيم حتى سنتيم ونص بحال هكا الا كان عندكم لكم، اولا غير في طريف بحال هكا الا بغيتو تديروا بعدا في طريف هو الاول عاد تخدموه في لكم. كنبلو بحال هكا وكنشدو بالفنيت كما العاده، وغادي نبداو. غادي نركب الخيط في الابره، الخيط كما قلت لكم على ثلاثه الشعرات عش مبروم، والنمره ديال الابره اللي هي النمره خمسة. غادي نبداو نضربو في الثوب. بسم الله. نخرج في هاد راس الخيط بحال هكا، كنجي ما كنبعدش بزاف وما كنقربش بزاف، تقريبا بحال هكا. كنلوح الخيط على اليد اليسرى، كنخرج الابره هنايا وكنلوي جوج لويات، واحد جوج، تكون عندي هاد السنينة بحال هاك. كنخرج الإبرة من هاد السنينة هادي العوينة هادي، وكنرد هاد الدائرة على جهة اليد اليسرى بحال هكا. كنخلي الخيط بحال هاك، كنضرب في الثوب وكنخرج الابره من هذا الخيط بحال هكا. كنجي هذه العوينه هذه كنلوي جوج لويات، كتعاود تكون عندي سنينه بحال هكا. كنلوح الخيط على الجهه اليسرى وكنجي لهاد العوينه هذه اللي فيها السنينه وكنلوي عاوتاني جوج لويات بحال هكا. كنخلي الدائره بحال هكا، كنخرج الابره من هاد العوينه هذه وكنقلبها جهه اليد اليسرى نفس الطريقه. كنخلي الخيط ليه في الامام ديالي بحال هكا، وكنخرج في هاد العوينه هذه وكنخرج في الدائره. فغتسمحوا لي على الضجيج، باقي الاصلاحات عند واحد جيراننا. فكنخلي الخيط الخيط كما قلت لكم بحال هكا في الامام ديالي، كنضرب في الثوب وكنخرج عاوتاني، كنلوح الخيط على اليد اليسرى بحال هكا وكنخرج الابره من هاد البلاصه هادي العوينه هادي وكنلوي عاوتاني جلويات. الخيط مليوح هنا، كنخرج في هاد العوينه جوج لويات. ملي كنكون طالعه لهاد الهرم هنا كنكون طالعه هن، كنخلي ديما الخيط في الجهه اليسرى، كنخرج في هاد العوينه وكنلوي جوج لويات بحال هكا. الدائره في الامام هنايا كنخرج في هاد العوينه، كنخرج في الدائره بحال هكا ملي كتكون، وكنقلبها جهه اليد اليسرى نفس الطريقه لهاد العوينه هذه بحال هكا، نفس الطريقه لهاد العوينه هذه. نتمنى الشرح يكون واضح لكم. كنخلو الخيط بحال هكا،
نضربوا في الثوب، نخرجوا الابره من الدائره اللي تكونت بحال هكا. عاوتاني كنخرجوا من هاد اللوينه جوج لويات. دابا انا طالعه كنلوي جوج لويات، خاي تجي جيت لي اليسرى كنخرج في العوينه وكنلوي جوج لويات. غنقرب شويه الصوره باش تفهموني اش كندوي، يبانوا لكم العوينات واضحين، وكنتمنى ان شاء الله من كل قلبي يبانوا لكم واضحين. كنلوي جوج لويات، كنجي عاوتاني لهاد السنينه هادي كنخرج في هاد العوينه اللي فيها وكنلوي جوج لويات، كنخلي الخيط امامي وكنخرج في هاد العوينه هادي، وكنقلب كما قلت لكم هاد الدائره هنا نفس الطريقه في هاد العوينه كنخرج في الدائره وكنقلبها هنا. دابا شنو غنتفاوت شويه هنايا واحد شويه بحال هكا، ونخرج الابره هنايا في هاد الدائره بحال هكا. كنجي لهنا كما كتلاحظوا كاينه هاد العوينه هادي وهاد العوينه هادي، كنشد هادي وكندير الخيط بحال هكا بحال هكايا. كندير دابا بدا نحبك، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية الحبكات بحال هكا. كنخلي الخيط هنا دائرة أمامي وكنخرج فيها الإبرة، كنعاود عاود تاني دائرة أمامي وكنخرج إبرة في الثوب، كنجي لهاد بين هاد الغرزة وهادي كنخرج الإبرة وكنلوي جوج لويات باش عاود نكونو بحال هاد الشكل هذا. هاد الدريز دابا سالينا منو، غنعاود نكون واحد خر نفس الطريقة اللي خدمنا بها هذا غنخدمو بها هذا بحال هكا. كنجي لهاد العوينة هادي وكنقلبها جهه اليد اليسرى ديالي، كنضرب في الثوب، كنجي بين هاد الغرزه وهاد الغرزه كتكون هاد العوينه هادي كنخرج فيها وكنلوي عاوتاني جوج لويات. كنجي لهاد السنينه هادي كتكون فيها واحد العوينه كنخرج فيها وكنلوي جوج لويات. بحال هكا هاد العوينه كنخرج في الدائره، دائرة أمامي كنضرب هنا في العوينة وكنخرج في الدائرة، كنضرب في الثوب ونخرج في الدائرة، كنضرب هنا بين هاد الغرزة وهادي وكنلوي جلويات وكنخرج خيط بحال هكا نفس الطريقة هاد العوينة هادي وكنلوي جلويات نفس الطريقة. عاوتاني كنخرج الإبرة من هاد العوينة هادي وكنلوي جوج لويات. ملي كنكون هابطة كنخلي الدائرة لي أمام ديالي وكنخرج في هاد العوينة وكنقلب هنا جهة اليسرى نفس الطريقة هنا وكنقلب جهة اليسرى نفس عاوتاني الطريقة وكنقلب جهة اليد اليسرى بحال هكا. كنعاود تاني كما كتشوفوا ما كنبعدش بزاف ملي كنضرب في الثوب، كنبقى غاديه في القياس اللي تمشيت عليه اللي بديت به بحال هكا. كنخرج في هذه العوينه هذه وكنلوي جلويات كما قلت لكم ملي كنكون طالعه لهذا الهرم كنلوي، كنخرج في هذه العوينه وكنلوي جلويات، كنخرج في هذه العوينه وكنلوي جلويات، كنخرج عاوتاني في هاد العوينه وكنلوي جوج لويات. ملي كنكون هابطه من هاد الهرم ما كنلويش، كنخرج غير في العوينه، كنخرج هاد الابره من هاد الدائره وكنقلبها بحال هكا جهه اليد اليسرى بحال هكا، كنقلب الدائره جهه اليد اليسرى. ملي كنضرب جوج
غرزات هنا، انا سهل عليا الخيط، غنوريكم نيت كيفاش الطريقه. كدفنوه بحال هكا، كتجيو هاد البلاصه اللي كنتو غضربوا فيها بحال هكا وكدفنوه فيها بحال هكا، كدفنوه في الثوب بحال هكا. غادي نركب الخيط في الابره. دابا ملي ركبت الخيط في الابره، جددت الخيط، كنضرب هنا كما قلت لكم نفس العبار اللي استخدمت هنا نستخدمه هنا، وكنخرج ابره من راس الخيط وكنرجع كما قلت لكم. كاين عندنا الجعوينات هنا، ها الاولى ها الثانيه، كنخرج في الاولى وندير الخيط بحال هك ونخرج فيه الدائره، وكنعاود نحبك 8 حبكات، 1 2، كنلوح الخيط جيد اليد اليسرى وكنخرج الابره من هنا وكنخرجها في الدائره اللي تكونت لينا بحال هكا. ها 3 4 5 6 7 8. دابا خدمنا الجدريسات، باقي ما سايناش، غنخدموا لهم دابا السنينات اللي كيتخدموا هنا الفوق باش يكمل، باش تكمل الجماليه ديالو. غنزيد نخدم الثالث وانا معكم باش نخدم لكم، نوريكم الطريقه ديال السنينات اللي كنعاودوا نخدموا عليه بحال هكا. فمن بعد ما غتكملوا على الطريقه هذه، اش غنعملوا دابا؟ غنخدموا هاد السنينات هما اللي غنخدموا. غادي نجي هنا لهاد العوينه هذه، غنخرجوا الابره من راس الخيط بحال هكا، وغادي نكونوا الدائره بحال هكا. نكونوا الدائره بحال هكا ونخرجوا في هذه العوينه هذه، ونخرجوا في الدائره بحال هكا، وغادي نردوا الخيط جيد اليسرى وغادي نخرجوا من هذه العوينه هذه كما كتشوفوا، وغادي نلوي 1 2 بحال هكا. غادي نجيو لهنا الدائره هنايا، كون الخيط غنضربوا في هاد السنين هادي بحال هكا، وغادي نقلبوها جهه اليد اليسرى كما قلت لكم. الدائره هنا امامنا، نخرجوا الابره فيها بحال هكا، نردوا الخيط جهه اليد اليسرى ونخرجوا في هاد العوينه هذه. نتمنى ان شاء الله يجيكم الشرح واضح. ولوي 1 2 بحال هكا، نجبدوا بحال هكا بيدينا شويه، نوقفوا بحال هكا السنينه ونخرجوا من هاد العوينه هذه، نخرجوا في الدائره وردوها جهه اليد اليسرى، نخلوا الخيط بحال هكا كما قلت لكم، نخرجوا في هاد العوينه هذه، خرجوا في الدائره شويه بشويه، نتبعوا غير الخيط، ردوا الخيط جد اليد اليسرى بحال هكا، نخرجوا في هاد العوينه ولوي 1 2 كون هاد السنينه بحال هكا، خلوا الخيط بحال هكا، خرجوا في هاد السنينه هادي في هاد العوينه كما كتشوفوا، ونقلبوا بحال هكا. نجيو لهادي عاوتاني، خرجوا في هاد السنينه ونخرجوا في الدائره، الخيط جهه اليسرى، خرجوا في هاد العوينه 1 2، نوقفوا الهرم بحال هكا، السنينه بحال هكا عفوا، نخرجوا في هاد العوينه هادي، خرجوا في الدائره وردوها بحال هكا جهه اليد اليسرى، وغادي نخرجوا دابا الخيط من هنا كما كتشوفوا بحال هكا. كنجيو لهنا هاد البلاصه هادي في القنت ديال راس الهرم هنا، كنعاودو نخرجو من هنا هاد العوينه هادي، ونعاودو عاوتاني نخرجو من هاد الجهه هادي، كنخرج عاوتاني من هاد العوينه هادي، كنرجعو نفس البلاصه
كنجيو لهاد العوينه بحال كنخرجوا من هاد العوينات بربعه. شحال عندنا حنا بسنين؟ عندنا واحد جوج ثلاثه اربعه، فتا هاد العوينات هادو نتوما كنخرجوا من اربعه، كيجي كل سنينه وعندها العمود ديالها. زوقنا دابا هذا كما كتشوفوا، اش غنديروا؟ غنخرجوا الخيط من هنا بحال هكا ونخرجوه نقادو مع هذا كما كتشوفوا. نعاودو نجيو هنا الخيط بحال هكا كما كتلاحظوا، نجيو هنا نخرجوا في هاد العوينه هادي بحال هكا، نخرجوا في الدائره الخيط كما كتشوفوا دائره، خرجوا في هاد العوينه بحال هكا. غير خطوه خطوه نخلو الخيط جهه اليد اليسرى، كنجيو لهاد العوينه هادي واحد جوج نفس الطريقه اللي درنا بها الاول كنديروها الثاني، وهكذا ان شاء الله كنكونوا خدمنا الدريس بخطوه بخطوه ان شاء الله ويجيكم سهل. كنتمنى ان شاء الله الشرح يجيكم ساهل ويكون واضح لكم، وما تنسونيش بالتعليقات دعوات الخير ولا صدق لكم زوين قولوا عليا في التعليق، كيفرحني انكم يجيكم الشرح واضح. وما تنسوش ليا لي لايك. بالنسبه للمشاهدين الجداد اللي عاد شافوا هذا الفيديو، فضلا منكم دخلوا الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. كما كتشوفوا بحال هكا خرجوا في هذه العوينه هذه، خرجوا في الدائره وردوا الخيط جهه اليد اليسرى بحال هكا. نجيب هذه العوينه كما قلت لكم، كنخلوا الخيط جهه اليد اليسرى، كنخرجوا من هذه العوينه هذه واحد جوج نفس الطريقه اللي درنا بها لهذا كنديروا بها هذا، كنخرجوا من هذه العوينه هذه كنقلبوا جهه اليد اليسرى، خرجوا في العوينه بحال هكا. غتبعوا غير الخطوات ديال الخيط في كيمشي وان شاء الله غيكون الشرح واضح ليكم. فغنكمل انا هادو بنفس الطريقه اللي وريتكم في الاول في الثاني، كنخرج هنا نجي لهذا الراس هذا ديال الهرم في الطرف، خرج في هذه العوينه هذه وكذلك نفس الطريقه كما قلت لكم. غنكمل ونرجع نوريكم كيفاش حصلت عليه. فكما كتشوفوا فكان هذا هو التطبيق ديال هذا الدريس هذا. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخلوا لي لايك الى عجبكم، وبسلام عليكم ان شاء الله الى فيديو جديد باذن الله.